بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، أهلا وسهلا بكم في مقرر سلوك المستهلك. بنتكلم معاكم على الفصل رقم 5 اللي هو بعنوان العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك النهائي. أول نوع اللي هي العوامل الثقافية. طبعا الثقافة هي عبارة عن مجموعة من الرموز والحقائق المتولدة في المجتمع والتي تنتقل من جيل إلى جيل كأسس أو كأساس أو كأسس محددة ومنظمة للسلوك الإنساني. وبالتالي هناك عنصرين أساسيين للثقافة، الثقافة الأصلية والثقافة الفرعية. الثقافة الأصلية وهي مجموعة من القيم التي يشترك فيها كل أفراد المجتمع بصرف النظر عن اختلافاتهم الفرعية، لكن الثقافة الفرعية عبارة عن قيم بيشترك فيها مجموعة محددة من الأفراد، يعني زي ما نقول عادات وقيم الجاليات الأفريقية المقيمة في مصر أو عادات القيم العربية أو الجاليات العربية المقيمة داخل أمريكا أو الصين إلى آخره. طبعا هذه الثقافات الفرعية لها تأثير كبير أو كبير في سلوك الأفراد، فالقيم الثقافية للمصري تختلف عن الهندي، والمنطقة الجغرافية قد تفرض على الأفراد استهلاك سلع معينة أو نمط استهلاكي معين. العوامل الاجتماعية. واحد، الجماعات المرجعية. الجماعة المرجعية هي كل الجماعات اللي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على اتجاهات وسلوك الفرد، وقد تكون هذه الجماعات أولية زي الأسرة والأصدقاء والجيران، وقد تكون ثانوية زي الهيئات والمؤسسات الدينية واتحادات العمال، وهذه يعني تميل إلى أن تكون أكثر رسمية. وبالتالي بقى هنا أمثلة للجماعات المرجعية: الأسرة، الأصدقاء، الجماعات الرسمية اللي هي في العمل، جماعات التسوق اللي هي الأفراد اللي موجودين مع العميل أو المستهلك أثناء عملية التسوق، زملاء العمل، حركة حماية المستهلك. بنلاقي بقى هنا إنه تأثير الجماعة المرجعية في سلوك الفرد إن هي بتقدم له أنماط جديدة من يعني الحياة أو السلوكيات، أو يسموها اللايف ستايل أو نمط الحياة، تؤثر في اتجاهات الفرد وإدراكه الذاتي، وتخلق نوعا من الضغط على الفرد، فبيحاول الفرد إنه هو يختار العلامة أو السلعة اللي تخليه متوافق مع هذه الجماعة. قادة الرأي أو الفكر، أشخاص لهم تأثير في المجتمع، بيؤخذ بآرائهم عند شراء السلع، أو لهم يعني اتصالات غير رسمية بمنتج معين، بيقدم نصيحة أو معلومة محددة بخصوص سلعة أو علامة معينة، زي ما يقوم أحد الأشخاص أو يقوم أحد الأشخاص المؤثرين بنصيحة شخص آخر بشراء ماركة بعينها أو معينة. كمان بنشوف أحيانا إنه قيام أحد لاعبي الكرة المعروفين بعمل إعلان عن ماركة معينة لحذاء رياضي معين، أو قيام إحدى نجمات السينما بعمل إعلان عن منتج معين. الخصائص اللي بتميز قادة الرأي: الخصائص الديموغرافية، الأبحاث الدراسات قالت إن هم أشخاص أصغر سنا وأكثر تعليما وأفضل وظيفيا، لكن الحقيقة هذه البيانات الديموغرافية لابد أن ترتبط بمنتج معين. ليه بقى؟ في بعض السلع أو الخدمات الشخص بياخد رأي أشخاص آخرين في نفس مرحلته العمرية. مثلا أراد شخص أن يذهب إلى السينما، فممكن يسأل شخص في نفس فئته العمرية عن الفيلم اللي هو عايز يشوفه يعني.
لكن لو فرد آخر بقى بيرغب في شراء مثلا سيارة أو دراجة بخارية، هياخد المساعدة من شخص آخر ممكن يبقى أقل منه سنا أو أكبر منه سنا، لكن عنده السيارة دي أو عنده خلفية بهذه السيارة. كمان هنجد إنه ما يميز قادة الرأي إنه عندهم معرفة واهتمام كبير جدا بالمنتجات الموجودة، بالإضافة إلى إنه عندهم المخاطرة والميل إلى تجربة كل ما هو جديد، وعندهم ثقة بأنفسهم وقدرة عالية على تكوين علاقات اجتماعية. عشان كده بيسعى رجل التسويق إلى الوصول لقادة الرأي في السوق المستهدف، بيعرف خصائصهم السكانية، بيعرف خصائصهم السيكولوجية، ويبتدي يوجه الرسائل لهم بشكل مباشر. كمان في عندنا الأسرة لها دور كبير جدا في التأثير على سلوك الفرد، وبالتالي رجل التسويق هنا بيتعرف على الأسرة عشان يقدر يعرف تركيبة الزوج، هو الذي يتخذ قرار الشراء، الزوجة هي اللي بتتخذ قرار الشراء، ولا يعني الاتنين مع بعض بيتخذوا قرار الشراء، الأدوار والمكانة أيضا. زوجة مثلا بتعمل في شركة معينة وفي وظيفة معينة، نجدها أنها تقوم بشراء السلع التي ترتبط بهذه الوظيفة، زي مثلا الملابس، زي أدوات التجميل. طب وفي المنزل تقوم بشراء السلع التي تعكس أو تعكس دورها كزوجة أو كربة بيت. العوامل الشخصية، العوامل الشخصية زي العمر والمرحلة في دورة الحياة، هل الفرد عازب ولا متزوج؟ طب متزوج عنده أطفال ولا بدون أطفال؟ يبقى خلي بالك هنا إنه التغيير في مرحلة الحياة له علاقة بظهور سلع ورغبات جديدة. المهنة والأحوال الشخصية، يجب على المسوقين أن يكونوا على دراية بمتوسط دخل الفرد حتى يمكنهم معرفة القدرة الشرائية. فرد دخله منخفض هيميل لشراء السلع الأساسية، فرد دخله مرتفع يبقى ممكن يقبل على السلع الكمالية. العوامل النفسية، عوامل النفسية عندي أول عامل اللي هو الدافعية، والدافعية الدافع هو إيه؟ قوة داخلية تحرك الفرد. الدوافع تختلف من فرد إلى آخر، وعند نفس الفرد تختلف من فترة إلى أخرى. رجال التسويق يحاولون تحليل الدوافع الرئيسية التي تؤثر في السلوك الشرائي للمستهلك، وعندنا من أبرز النظريات التي تحدثت عن الدوافع العالم إبراهام مازلو، نظرية الحاجات الإنسانية اللي قام فيها بتقسيم الحاجات إلى 5 أنواع: حاجات فسيولوجية، الأمان، الاجتماعية، التقدير، إثبات الذات. كمان بنجد أن ترتيب الحاجات بيختلف من فرد إلى آخر بمرور الزمن، وعند نفس الفرد يختلف من وقت إلى وقت آخر. أيضا من ضمن العوامل النفسية في عندنا الإدراك، وطبعا ده عملية بمقتضاها الفرد بيقدر يستقبل كل ما يحدث حوله في البيئة المحيطة به، سواء كان بأحداث، سواء كان ألوان، سواء كان أصوات إلى آخره. طبعا الحواس 5: السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق، ويقوم بتنظيمها وتفسيرها وإعطائها معنى محدد. لو بصينا بقى لخطوات عملية الإدراك، أول حاجة التعرض للمثيرات أو المواقف المحيطة بالفرد، وذلك يتم عن طريق الحواس المختلفة. ثم بعد ذلك يقوم العقل أو المخ بتسجيل هذه المعلومات وتبسيطها ثم تنظيمها، والتنظيم يتم بثلاثة أشكال: عن تنظيم باستخدام طريقة الشكل أو الخلفية، أو طريقة التقارب أو التشابه، أو طريقة الإغلاق. موجودين في المرجع حضراتكم تقدروا
تبصوا عليهم وتشوفوا الأشكال التوضيحية. العوامل المؤثرة في الإدراك، واحد أو ألف، عندي عوامل متعلقة بخصائص المثيرات نفسها، يعني كل ما كان الشيء اللي احنا بندركه قوي وشديد هيدرك بسرعة، كل ما كان حجمه كبير هيدرك بسرعة عن شيء آخر حجمه صغير، كل ما كان فيه اختلاف أو تباين في الألوان والأشكال أيضا الأمور نقدر ندرك بسرعة، كل ما أكرر الحدث يبقى هيسهل الانتباه إليه أو إدراكه، كل ما كانت الأشياء فيها عنصر الحركة هتدرك أفضل عن الأشياء التي تتميز بعنصر الثبات. في عوامل خاصة بالفرد نفسه المدرك، توقعاته تؤثر على عملية الإدراك، هل هو متوتر؟ هل هو في حالة قلق ولا في حالة استقرار؟ ميوله، اتجاهاته، الحاجات والرغبات الموجودة عنده هتؤثر على عملية الإدراك، خبراته السابقة، وأيضا الثقافة والمعايير الاجتماعية التي يتمتع بها. ثلاثة أيضا من العمليات النفسية الاتجاهات، والاتجاه حالة من الاستعداد الداخلي يواجه استجابتنا نحو ما يوجد في البيئة المحيطة بنا. وفي الآخر الاتجاه بيوصلك إلى إيه؟ إما أنك تكون يعني مؤيد يعني إيجابي، أو معارض يعني سلبي، أو حيادي يبقى لا مؤيد ولا معارض. لاحظ حضرتك إنه من خصائص الاتجاه إنها مكتسبة، ما هيش فطرية، مفيش واحد بيتولد عنده اتجاه. كمان بتخص أشياء بعينها لها قوة ومسار معين. مكونات الاتجاه عندي ثلاثة، مكون بنقول عليه الإدراكي، وده المعرفي أو المعرف، وده المعلومات التي يتلقاها الإنسان بخصوص شيء معين. ثم بعد ذلك المكون التأثيري أو العاطفي، أو إحنا نقول عليه الانفعالي، اللي هو التقييم بقى، هل أنت مع ولا ضد، ولا لا مع ولا مع ولا لا ضد. يبقى التأثيري ده اللي هو الانطباع، يا إما إيجابي يا سلبي، السلوكي فعلك أو تصرفك. رابعا من العمليات أيضا النفسية التعلم، ويشير إلى كل التغيرات التي تحدث في سلوك الأفراد نتيجة الخبرة، وعلماء التعلم يؤكدون على أن معظم السلوك الإنساني سلوك متعلم أو مكتسب. لاحظ أنه يتعلم المستهلك الكثير من السلوك، يساعد رجل التسويق المستهلك على تعلم كثير من السلوك، تمثل الإعلانات ورجال البيع والأصدقاء مصادر هامة جدا للمعلومات. لو بصينا للتعلم هنجد أنه محصلة لعدة عوامل، الحاجات أو الدوافع، ثم المثيرات، الاستجابة، التعزيز. لو ادينا مثال، استشعر شخص أنه هو بحاجة إلى شراء جهاز تليفون، من الإعلانات ومن المزايا التي تعرض أمامه عن أجهزة التليفون بدأ يستجيب. استجابته تتمثل في حصوله على السلعة أو الشراء، ثم بعد ذلك بعدما استخدم السلعة وجد أنها أدت ما كان يتوقعه، يبقى ده التعزيز اللي هو بيخليه بعد كده في حالة رضا ويكرر عملية الشراء.